مرض الملاريا يواصل الانتشار في البلاد المنهكة بالحرب، حيث باتت معظم المدن والمناطق عرضة لتفشيه بحسب الأمم المتحدة. هنا في مستشفى الثورة العام بتعز يتوافد المصابون بالملاريا يومياً، وسط مطالبات بردم المستنقعات وأماكن تجمع السيول وتوفير الأدوية المطلوبة، إضافة لرفض المستشفيات بالعلاجات والمستلزمات الطبية لمكافحة المرض. أمراض الوبائية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، حيث تصل أكثر من 60% من السكان مهددين بالخطر، سواء على المناطق الريفية أو في المناطق المدنية. العمل بنصف المرافق الصحية متوقف، أما بقية المراكز فتعمل بشكل جزئي، كما أنه لا أرقام رسمية ولا تقديرات بشأن أعداد المصابين بالملاريا في البلاد وصعوبة الوصول إليهم وفق الحكومة اليمنية. فيما يحل اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، واليمنيون يعيشون أوضاعاً صحية سيئة نظراً للصراع الذي دمر القطاع الطبي والصحي. الجمهورية اليمنية بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص تعاني من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية، ومنها مرض الملاريا. ونظرا لتدهور الوضع الصحي بشكل عام داخل الجمهورية اليمنية، نتمنى بمناسبة اليوم العالمي للملاريا أن يهتموا بهذا الأوبئة ومكافحتها بشكل صحيح، ولا يلجأوا إلى المنشورات وإنشاء فقط صفحات الفيسبوك ومحاربتها عبر القنوات الإعلامية. منظمة الصحة العالمية قالت إن أكثر من 20 مليون يمني، أي ما يعادل 65% من السكان، يعيشون بمناطق معرضة لخطر انتقال الملاريا، والخطر يتضاعف بين من يعانون أمراض القلب والباطنية وفي مخيمات النازحين، خصوصاً الأطفال منهم وكبار السن. بحسب وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية علي الوليدي، فإن الملاريا مرض مستوطن باليمن، لكن الوضع بمعظم المحافظات بعد عام 2014 ومع بداية الحرب بات أكثر مما كان عليه.